النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، اشتمل على مضامين عديدة أبرزها حرص سموه على حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على ممارسة السليمة للديمقراطية. نعم، سمو الأمير حفظه الله دعا إلى التمسك بالنظام الديمقراطي والدفاع عنه وصونه من بعض الممارسات السلبية التي لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن العليا. نصائح سديدة وتمنيات غالية وتوجيهات سامية من أجل أن تبقى الكويت على عهدها الوطني، متقدمة في ممارساتها الديمقراطية، قوية بسلطاتها كدولة قانون ومؤسسات. هذا ما يتضمنه دائما النطق السامي في خطاباته من أجل الحرص على النهج الديمقراطي. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يؤكد دائما الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي سارت عليه الدولة منذ عهد الآباء والأجداد في إطار الثوابت الدستورية للدولة، بالإضافة إلى أهمية التعاون البناء والمشترك بين السلطات العامة وتكريس الجهود المشتركة لخدمة قضايا الوطن والمواطنين ولدفع عجلة التنمية في الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية. أن الحرص على نظامنا الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا، علينا أن نتمسك به ونصونه من كل التواجد من تجاوز على قيمته أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته، لكي لا يصبح معول هدم وتخريب وإلى لهدر مقدرات هذا البلد وتقويض مقوماته. ومن أهم الموضوعات التي تتمحور عليها خطابات سمو الأمير حفظه الله ورعاه في نطقه السامي هي المصلحة الوطنية الكويتية ومخاطر الفتنة الطائفية ودور السلطة القضائية في حماية المجتمع والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنجاز التنمية البشرية المستدامة وغيرها من المواضيع التي تصب في مصلحة الكويت وشعبها. لطالما كانت وما تزال الكلمات والخطابات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خارطة طريق شاملة جامعة مانعة لكل القضايا والتحديات الداخلية وما يحيط بالمنطقة من أخطار.